مساء الخير. النهاردة كان أحد المتابعين بقى تسألني هي المكنسة الميلة دي كويسة ولا لأ، أشتريها ولا لأ، فحبيت أتكلم عنها النهاردة، وهتكلم عن أهم ميزة موجودة فيها تميزها عن أي مكنسة تانية، وهو كيس الغبار الموجود جواها. كيس الغبار الموجود جواها كيس غير قابل للتنظيف، أول ما بيتملى لازم أرميه، ودي حاجة ميزة مش عيب في المكنسة، لأن ان انا بعد ما بكنس وكده لو انا سهل ان انا افضيه وارميه، فبيبقى فيه تراب ناعم وفي بقايا اكل جوه الكيس ممكن تسبب لي حساسية او جراب، ولو حد لا قدر الله في البيت عنده مشكلة حساسية من ريحة التراب. لكن كيس ميلة اول ما الكيس بيتملى باخده ارميه كله بكل حاجة جواه، فمفيش اي مشكلة صحية ممكن تتسبب لي منها. ودي اهم ميزة برضو ان انا تخليني اشتري المكنسة بدل ما اشتري اي حاجة تانية. تاني ميزة للكيس اللي جوه المكنسة الميلة ان هو عشان هو مصمت كده، فهو بيحافظ لي على موتور المكنسة، لان دورة التراب ان التراب بيخش من هنا وبعد كده بيخش على الكيس، وبعد الكيس بيخش على فلتر الموتور اللي هو اللي تحت ده، وبعد فلتر الموتور بيعدي على فلتر تاني، الفلتر ده اللي هو فلتر هيبة اللي بيشتكي من ربو حساسية، وبعد كده بيطلع من فتحة المكنسة تاني. فلو انا مكنستي الكيس بتاعي مش محكم الغلق، فهلاقي ان التراب بيطلع لي هنا تاني. ساعات هشم ريحة تراب في البيت، فلو حد عنده حساسية ممكن هيشتكي منها ويتعب منها اكتر، فهلاقي هنا ان الكيس اللي جوه المكنسة الميلة ده كيس مهم لحاجة كذا حاجة. اول حاجة الحاجة الصحية ان هو ما بيطلعش اي تراب ناعم منه، زائد ان هو بيحافظ لي على قوة موتور المكنسة مع المدى البعيد. فالكيس يعني يعتبر اختراع بصراحة ان هو يبقى جوه المكنسة بالشكل ده. ان بعض الناس بتشتكي ان هو ممكن يبقى مكلف، لا بالعكس، يعني هي العلبة بتنزل جواها 4 كياس وفلتر، تبقى تقريبا سعرها 235 جنيه، ممكن تكفيني لمدة سنة حسب استخدامي. ف يعني يكاد تكون سعرها قليل جدا بالنسبة للي هتقدمه لي للمكنسة ولصحة الناس اللي معايا في البيت. فدي كانت ميزة كويسة قوي في كياس ميلا. زائد الكياس العادية لما أنا بنظف بيها بيبقى فيه بعض بواقي الأكل، ممكن لما بتخش جوه الكيس العادي مع الوقت إن الكيس بيبقى جواه ضلمة، فدي بتبقى بيئة خصبة جدا البكتيريا تنمو فيها، فمع الوقت وإن أنا سايب المكنسة على جنب ده ممكن يسبب لي برضو مشاكل صحية على المدى البعيد وأنا بنظف الكيس. بعكس كيس ميلا أي حاجة بتخش جواه ما بتطلعش تاني غير لما أنا بفك الكيس وبرميه تاني. زائد ان انا اول ما بفتح المكنسه عشان اشيل الكيس بلاقي ان هنا ده قفل اتقفل اوتوماتيك عشان ما فيش اي تراب يطلع من المكنسه تاني. فدي كانت اهم ميزه في مكنسه ميلا تخليك ان انت تشتريها وانت مغمض وتبعد عن اي مكنسه تانيه. شركه ميلا جربت جميع انواع اشكال الكياس، بس فلقوا ان اصح حاجه فعلا شكل الكيس ده اللي هو كيس استخدام مرة واحدة بيترمى أول ما بخلصه. ودي كانت نبذة سريعة عن أهم ميزة في مكانس ميلا، وأتمنى الفيديو البسيط ده يكون عجبكم. لو أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يجيلك كل حاجة جديدة.